مساء الخير، برحب بحضراتكم. ده جزئنا الأخير من حلقة النهاردة. الحقيقة مشاهدي الكرام، يعقد في سيوة حاليا مهرجان التمور في دورته الرابعة، أو المهرجان الرابع للتمور، وده هيكون بدءا من يوم 7 لحد يوم 9 من هذا الشهر، وهو برعاية أو تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية، أيضا كمان بالتعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمور بدولة الإمارات العربية المتحدة، أيضا كمان منظمة التنمية الصناعية اليونيدو، وأيضا كمان منظمة الزراعة والأغذية الفاو، وأيضا تحت رعاية محافظة مطروح. كل ده هيخلينا نتكلم باستفاضة عن محصول مهم جدا، وأيضا كمان استراتيجي واقتصادي جدا بالنسبة للاقتصاد المصري، وهو التمور وإنتاج التمور في مصر وهذه الصناعة المهمة. ده هنفتحه إن شاء الله، أو ده موضوعنا الحالي دلوقتي مع الدكتورة رسمية درويش، وكيلة الإنتاج بمعمل النخيل بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك دكتورة رسمية. أهلا وسهلا يا فندم. إحنا عايزين نتكلم عن النخيل، فعايزين شوية معلومات كده كبيرة جدا وضخمة جدا عن هذه الصناعة اللي هي المهمة قوي عندنا في مصر، وعلى فكرة ناس كتير قوي ما تعرفش عنها حاجة. فمبدئيا بقى دكتوره رسميه، اعداد النخيل اللي موجوده في مصر، لو هنقول شكل تقريبي كده يا فندم لهذا الحصر. احنا عندنا حوالي 15 مليون نخله مثمره، طبعا انا بتكلم على الاناث المثمره. نعم. حوالي 15 مليون نخله بتنتج حوالي 1.7 مليون طن، واحنا اول دوله على العالم المنتجه للتمور، سواء دول عربية أو الدول الأخرى اللي بتزرع نخيل يعني. طب دكتورة رسمية، هو في فرق بين الدول المنتجة والدول المصدرة؟ ما هو كل الدول المنتجة بتصدر، بس احنا أقل دولة للأسف في التصدير، يعني احنا تصديرنا كله على بعضه ما يتعداش 6% من الناتج المحلي. احنا الناتج المحلي احنا أول دولة في الإنتاج، لكن احنا من الأقل دول في التصدير، نظرا لأن احنا عندنا الأصناف الرطبة حوالي 70% من التوتال الإنتاج كله، وده بيستهلك محليا علاوة على إن بيحصل فيه فاقد عالي شوية، بيبقى عرضة للعطب أو التلف على طول. تمام. وعلشان يتصدر لازم يتصدر في أوقات محددة، ويكون فيه تسهيلات أكتر علشان لما يتصدر اللي ما يحصلش العطب اثناء فتره التخزين. اكتر حاجه بتتصدر في مصر اللي هي السيوي. دي اكتر حاجه بتتصدر، بنصدر منه حوالي 40,000 طن، وده الحقيقه برضو هو اقل حاجه برضو بالنسبه للانتاج. احنا بننتج حوالي 200,000 طن سيوي، الا ان التصدير برضو لسه اقل. لسه ما دخلناش ساحه التصدير على قد ما الكمية اللي بتنتج، على قد ما احنا بنصدر قليل، مش على قد ما احنا بنصدر يعني. طب يعني دي معلومة مهمة قوي، ان احنا المرتبة الأولى في الدول العربية انتاجا للتمور. الدول العربية وكل الدول المنتجة. كل الدول المنتجة. يعني احنا الأول. احنا الأول في عملية الانتاج. طب احنا. لكن احنا أقل تصديرا فعلا. واحنا أقل تصديرا. طب لو جينا مسكنا الانتاج كده لوحده دكتورة رسمية، هل احنا استفادنا استفادة جيدة جدا من هذا القدر من المنتج، ولا احنا عندنا هدر كتير؟ عندنا هدر نظرا لان زي ما بقول لحضرتك احنا معظم الاصناف عندنا اصناف رطبة، منها الزغلول والسماني وبنت عيشة والامهات، كل الاصناف دي بتستهلك محليا، علاوة على ان الهدر منها او الفاقد منها عالي شوية. لسه الناس ما مش مهتمة بحكاية ان هي اللي هي الجمع والحصاد يبقى بطريقه احسن، لسه العبوات ما بقتش احسن، لسه الناس المزارعين القدامى المزارعين لسه مش قادرين يهتموا يعني ايه نحصد في وقت معين ونعمل ممارسات زراعيه جيده علشان المنتج النهائي يبقى كفاءته احسن، ولما ننزله بطريقه احسن، يعني ما نعتمدش على الطرق القديمه في ان احنا ننزل الثمار من على الشجره. تنزيل الثمار من على الشجره ده في حد ذاته بيعمل نسبه هدر عاليه شويه. في طرق حديثه ان احنا نجمع بيها، ودي بتقلل الفائد وبتخلي المنتج اللي نازل منتج نظيف مظبوط، يتحط او يتكيب او يتعلب بطريقه احسن، يتحط في علب او ايا كانت العبوات يعني بطريقه احسن، وبالتالي
هيقل نسبة الفاقد من النازل. علاوة بقى على ان عشان نصدر الاصناف ديت لازم لها نفتح اسواق قريبة مننا، او ان احنا نستخدم اللي هي او نكسر من الاصناف زي السيوي. والسيوي دوت زي ما بيقولوا كده هو ملك التمور في مصر، الناس بتحبه سواء في مصر او ابتدى يبقى فيه عليه اقبال من المصدرين. وفي اصناف كثيره قوي في مصر ينفع انها تتصدر. احنا عندنا برضو ثروه كبيره جدا من الاصناف الجافه المصريه القديمه بتاعتنا الجميله، اللي دي تتصدر بطريقه سهله جدا واسهل ما يمكن، اللي احنا لسه ما الناس المزارعين مش قادرين لسه يفهموا او يقدروا ان ديت ثروه كبيره بالنسبه لنا، وان احنا نقدر نصدرها. بالعكس دي مش هتمثل لنا اي مشكله، لان اصلا هتبقى جافه، لما تصدر جافه غير لما تصدري حاجه طازجه. ادوني المشكله واقفه فين بقى دكتوره رسميه؟ بما ان احنا عندنا هذا الانتاج، هو وعي بس علشان ان انا اقدر ان انا اصدر كميه اكبر واحتل مكاني انا اللائق؟ لان ما دام انا منتجه اكتر يبقى لازم اكون انا مصدره اكتر. وعي وممارسات زراعيه. وعي من المنتج وممارسات زراعيه. يعني الوقت الناس اللي بتزرع في الاماكن الجديده هي عندها الوعي ده وعندها الممارسات الزراعيه جيده. وكل الاماكن الجديده اللي هي الاماكن الصحراويه كلها، المدن الجديده كلها الناتج منها بيصدر. هم بيعرفوا ازاي ياخدوا المحصول الممتاز بطريقه سليمه، وبيعملوا ممارسات زراعيه جيده، وبيكون هم اصلا فاتحين اسواق بره او متفقين على تسويق بطريقه احسن بتخليهم يصدروا اكتر. احنا اللي يهمنا هنا دلوقتي المزارع التقليدي القديم اللي بيزرع بطريقه تقليديه. انا عايزه اعمله نقله في الموضوع بتاعه ده. هل عمليه الجمع ذات نفسها زي حضرتك ما قلتي هي اخطر حاجه، ودي اللي بيحصل فيها هدر كتير، علشان يعني يجمع بطريقه جيده او حديثه، ده محتاج منه انه يصرف في اليات معينه، في ادوات تكنولوجيا معينه؟ هو الادوات طبعا، يعني في الات للجمع، ودي يعني المفروض تيسر للناس اللي هو المزارعين القدامى. علاوه على الممارسات الزراعيه زي ما قلنا لازم يكون في ممارسات زراعيه جيده ليهم. الا ان الحقيقه هو ابتدى الوعي فعلا بالنسبه للمزارعين القدامى. هم بييجوا يسالونا كتير جدا في المركز عندنا، بييجوا يسالوا كتير قوي عن ازاي نطلع وازاي نحسن الانتاج. وحتى ابتدى يجوا ياخدوا فسائل جديده مننا، وفي الاصناف اللي هي احنا دخلنا اصناف جديده على مصر. ودي ابتدت تعمل رواج كبير قوي بالنسبه للمزارعين. فدي من الحاجات اللي هي هتخلي السوق ينشط. علشان يقدر ان هو يقلل الفاقد بتاعه ويبقى مواكب للانماط الحديثه، الجمع عشان يقلل الفاقد يبقى الجمع. هذا يعني في المرحله دي هل هو مطالب ب او هيبقى عنده مثلا بند مصروفات جديد وعشان كده مش بيلتزم فبيتبع النظام التقليدي، ولا هي معلومه بس؟ لا، هي الاثنين مع بعض. هي معلومه هي معلومه. وان هو طريقه الجمع نفسها عايزه حد يجمع بطريقه احسن، او نستخدم الالات الحديثه. الالات الحديثه دي المفروض توفرها اللي هي الجمعيات الزراعيه. تمام. سواء بقى بالايجار او غالبا هيبقى بالايجار، يعني هو صعب ان هو يشتري. هو المزارع الحديثة في الأماكن الجديدة هي بيشتروا أو هم بيمتلكوا الآلات دي. هم داخلين دارسين المحصول والإنتاج، هم مخططين لكل حاجة. مخططين للزراعة، مخططين للأسمدة، مخططين للطرق الري، الخدمة الرأسية والخدمة الأرضية، هم مخططين لكل حاجة. هو المزارع القديم هو اللي ابتدى خلاص بقى يبقى عنده وعي اكتر، نظرا لان الاسعار ابتدت تزيد، ابتدى الناس تعرف يعني ايه نخيل بلح، الناس بتعرف يعني ايه تمر، ابتدى الناس خلاص الاصناف بقت كمان في اصناف محدده بيجي يسالوا عنها. وده هيخلي المزارع يستفيد من المعلومات اللي احنا بنقولها، وكمان هيحاول يخلي الانتاج بتاعه احسن ويستخدم الطرق الحديثه في الجمع. نعم، اعتقد ان ده كمان هيزود الانتاج، لان بما ان هناك مهدر كتير قوي فبالتالي الكميه اللي هتتبقى لينا هي هتبقى اقل، لكن طول ما هيتبع هذه الاساليب الجديده هيبقى هيقل الفائد طبعا، وهيبقى كميه اكتر كمان. علاوه على ان الفائد هو الحقيقه برضو
شجرة نخيل البلح كلها مستخدمة، حتى الفائد منها بيستخدم، يعني بيستخدم كسماد بيدخل في أسمدة، في سلاج يعني، بيدخل في أكل للتغذية تغذية وأعلاف للأعلاف، للحيوانات المزرعة، فكل حاجة بيستخدم، يعني في ناس بتطلع منه إسلين، ودي أبحاث طلعت وناس طلعت منها، فالحقيقة هو كله بيستخدم، إنما برضو في النهاية إحنا عايزين إن المنتج النهائي اللي هو الثمرة اللي الناس بتاكلها تكون هي اللي أحسن، تكون هي اللي بتصدر، وتكون هي اللي تسويقها، وناخد موقعنا بما إن إحنا واخدين الأول على العالم في الإنتاج، يبقى نتحرك شوية في التصدير. طبعا أعتقد إن التحرك مش هيكلفنا حاجة، لان زي ما قلنا كل المقومات عندنا، كل حكاية مش مشكله، شويه وعي زياده، صحيح. وده اللي ابتدى الناس خلاص يبقى فيه وعي اكتر، يعني كل الاماكن الحديثه خلاص دلوقتي، حتى ان هو عايز يزرع مثلا يعني عايز يزرع عنب، يقول لك انا هصور المزرعه كلها بنخل، فده في حد ذاته يعمل لها سور من النخل، والفواصل كلها بتبقى نخل، فده في حد ذاته انتاج، حتى وان كان هو مش الانتاج الرئيسي، لكن هو بيهتم بيه برضو كمنتج، بيستخدمه كمان كأنه هيبقى مصدر رياح للمزرعة بتاعته، وبالتالي هو هيستفيد منه في الناحيتين، على انه هينزل ثمار وهيطلع ثمار وانتاج عالي من الثمار. احنا اقل حاجة عندنا المفروض لو المزارع يعني ما جابش انتاج كفاية او ما اهتمش، هيجيب 125 او 175 كيلو للشجرة، للشجرة الله أكبر، حاجة تطلع هيبقى. كمان يعني الأمهات بيجيب أكتر، بيجيب حوالي 200 ما كيلو شاء الله. 250 كيلو، فلا بيجيب، وممكن في مزارعين بيجيب أكتر من كده، وبالتالي أما حتى لو هو تصوير المزرعة أو الفواصل بنخيل، هو هيجيب له إنتاج وهيجيب له عائد، وعائد كويس نظرا للأسعار دلوقتي ارتفعت، يعني زي ما شفنا الزغلول السنة دي كان ب 8 و10 جنيه، صحيح. كان الزغلول كان زمان ب 3 جنيه و2 جنيه زمان بقى يا دكتورة. لكن الأسعار دلوقتي ارتفعت. احنا عندنا انواع ايه بقى دكتوره رسماء؟ يعني كل الانواع اللي موجوده في مصر، انواعنا المصريه الاصيله بتاعتنا، الزغلول والسماني، الامهات، بنت عيشه، دي الاصناف اللي هي الرطبه اللي بتتاكل فريش، بتتاكل على طول. الاصناف النصف جافه بتاعتنا اللي هي السيوي والعجلاني والعمري، دي اصناف نسبة اللي هي بتبقى طريه كده، قابله للمضغ يعني. تمام. الاصناف الناشفه خالص بقى، الناشفه خالص اللي هي الجنديله والبرتموده والسكوتي، دي اصناف فاخره الحقيقه وجميله جدا، واتمنى ان احنا فعلا نهتم بيها اكتر والناس يهتموا بيها اكتر في جنوب مصر، لان هي بتزرع تحت في اسوان والاقصر، فدي محتاجه. اغلاهم ايه بقى؟ اغلاهم سعرا السيوي بقى ما شاء الله عليه دلوقتي، سعره عالي حتى من على ارضه، سعره أبقى اعلى من زمان، السيوي عالي سعره دلوقتي. اللي عشان يعني النوعيه دي تغلى او تسبق النوعيه دي، ايه المقاييس اللي المفروض تكون متوفره؟ فتره اللي هي الشيلف لايف بتاعته فتره اطول، يعني السيوي هتحطي عندك في الثلاجه هيعيش، لكن الزغلول مش هيقعد، مش هيستمر مده، فالشيلف لايف دي اللي هي اللي بتفرق ده المقياس بقى. تمام. طيب حضرتك لو جينا بقى اتكلمنا على، احنا دلوقتي اتكلمنا على الانتاج، قلنا هنروح بقى الجزء ايه بتاع التصدير، المعوقات في عمليه التصدير، حتى وان كان انا عندي فاقد في عمليه الانتاج، لكن ايه اللي موقفني برضو في التصدير؟ ما ممكن التصدير لما تتفتح اذرعه اكتر يخلي الفلاح التقليدي او المزارع التقليدي يبقى عينه عايز يصدر فيتبع كل الاليات المظبوطه يعني. اولا زي ما قلنا الممارسات الزراعيه الجيده، عشان انا نازل في النهايه منتج مظبوط مثالي ينفع نصدره. ثانيا العبوات، التغليف، محتاجين عبوات، محتاجين ثلاجات تبريد، عشان اقدر انا ان كنت اصدر فيها، او هتستمر عندي شويه فتره، محتاجين محطه فرز، وده اللي حاصل، يعني ده اللي جائزة خليفة عملته، انها عملت محطة لفرز وتعبئة التمور. محتاجين فتح اسواق بقى، نعرف الاسواق
الخارجيه بالمنتج. مش ده دور الملحق التجاري الموجود في سفاراتنا بره؟ ده ملحق تجاري وملحق وناس كمان كتير من اللي بيصدروا، والحقيقه ان هو الناس اللي بتصدروا خلاص ابتدوا بقى هم يفتحوا فعلا اسواق، ابتدى احنا زدنا فعلا في التصدير شويه، اتحركنا شويه بالناس اللي ابتدت تصدر الاماكن الجديده، ما بقاش همها وعينها على السوق المصري، هي همها وعينها على الخارجي، السوق الخارجي. وبالتالي دول هم اللي ابتدوا يخلوا بقى في رواج اكتر في التصدير يعني. حضرتك شايفه ان اهتمام الحكومه في حد ذاتها بهذا المنتج يا فندم لسه برضو لم يرقى، لانك بتقولي احنا محتاجين كذا ومحتاجين ثلاجات ومحتاجين مصانع لعمليات التغليف، وده مش هيقدر الفلاح العادي البسيط القائم على الزراعه ده يعمل. محتاج اموال كتيره شويه. فمحتاج فعلا يكون الحكومه تدعم حاجه زي كده في الاول علشان الناس تقدر تستثمر فيه، يعني المستثمرين الكبار هم ما عندهمش مشاكل، لكن في النهايه برضو المستثمر الكبير عشان يعمل مصنع الى جانب المزرعه بيبقى شويه عبء عليه، فده برضو عايز اهتمام اكتر. طيب هل نقدر ان احنا كمان عايزين يعني رؤوس الاموال اللي ممكن تستثمر في هذا المجال طبعا ممكن تنعيشه اكتر واكتر، مهرجان زي مهرجان التمور المناقض دلوقتي في سيوا يا فندم بيساهم في ايه في كل هذه النقاط اللي فيها اخفاق في الصناعه دي؟ هو الحقيقه مهرجان التمور اللي هي جائزه خليفه دي رابع سنه بتعمله جائزه خليفه، عملت مصنع للتمور في اسوان، عملت مجمع في الوادي الجديد، وعملت الثلاجه اللي احنا لسه بنحكي عليها، غرف تخزين مبرده، فدي من الحاجات اللي احنا زي ما لسه بنقول محتاجينها، ان احنا دي اللي هتساعد في التصدير. ممكن منتظر من المهرجان المناقض دلوقتي ان يزود بقى. يزود نتمنى يعني ان هو يزود بقى في الاماكن الثانيه، يعني هو كده في الجزء الايسر من الجمهوريه اللي هو عملت في اسوان وعملت في الوادي الجديد وعملت في الواحات البحريه، عايزين بقى الجزء الاعلى، عايزين الجزء الشمالي اللي هو بيزرع الاصناف الرطبه. يعني احنا عايزين عندنا اصناف رطبه جميله، يعني السماني ده جميل جدا، فالمفروض بقى نهتم بيه اكتر. حتى الشلف لايف بتاعته اكتر شويه من الزغلول، فيا ريت وزي ما الناس بتحب كده سكره كويس ونسبه الالياف فيه كويسه. دكتورة رسمية، يعني انا اعتقد ان في هنا نظام تسابقي، يعني هيبقى في يعني في المهرجان ده هيبقى في هتتسابق كذا دولة معانا، ولا الامر هيبقى ازاي؟ هي جائزة خليفة عاملة جوائز لشخصية وعاملة جوائز للمزارع وعاملة جوائز ل بس كلهم من مصر، يعني احسن مزرعة فين، احسن منطقة فين. ما هي المهرجان في مصر. يعني ما فيش مشاركة عربية، ما فيش اي حاجة؟ لا، في مشاركة، في دول مشاركة معانا، في السعودية وفي الاردن مشاركين معانا، على اساس ان السعودية من منتج التمور. بس احنا متقدمين في الانتاج. في الانتاج يا فندم. ما انا عارفه. في الانتاج متقدمين. حضرتك يعني متالمه جدا في الموضوع. انا كمان متالمه من موضوع التصدير ده. وخاصه ان احنا اصلا بلد زراعيه، احنا اصلا يعني اي حد هو بيحب زراعه، الزراعه دي في دم المصريين. يعني الطبيب يقول لك انا حلمي اعمل مزرعه، وفعلا احنا ناس كتير جدا من اللي بنتعامل معاهم هم اطباء او مهندسين او كل المجالات الحقيقه. يبقى هو كل فكره ان هو يبقى عنده حته ارض، فهي الزراعه في دم المصريين. وده جميل اللي من دول، ان كل اللي بيعمل ارض جديده بيجي ياخد نخل. نعم. لو هنيجي نتكلم عن الجدول الاقتصاديه بقى عشان نفتح بس شهية، لو في حد مستثمر بيسمعنا دلوقتي، القيمة أو الجدوى الاقتصادية لصناعة التمور في مصر هي مجدية؟ طبعا مجدية جدا، أسعار عليت وفي أصناف بقت أسعارها أعلى دلوقتي. يعني أنا لما أكون عندي اللي هو السيوي الإنتاج بتاعه، الفدان لو الفدان هيتزرع على 7 في 7 اللي هي هيبقى حاجة و80 نخلة. نعم. لو خدنا على 8 في 8 هيبقى 65 نخلة. النخلة بتنتج حوالي 200 كيلو، اضربي بقى 200 في العدد دوت، على المينيموم حوالي 11 طن. الطن لو الكيلو هنبيعه
ب 25 30 جنيه، شوف هيبقى الرقم كام. فده احنا بنتكلم على مستوى مصر، انما هو لما بيجي يصدر بيصدر اعلى. ففعلا هي كجدوى اقتصاديه لا هو مجدي، مجدي جدا. المناطق الزراعه بقى، هل ممكن ان انا ازرع في اي منطقه؟ كل مصر، كل مصر بتزرع فيها نخل، اي حته في مصر بتزرع فيها نخل، دي حاجه عظيمه قوي. الشمال والوسط والجنوب، بس كل مكان ليه اصنافه يعني. ابتدى كمان احنا لما دخلنا المعمل، دخل هو اول مكان، احنا المكان المنوط بيه النخل، زراعه النخل في جمهوريه مصر العربيه. ابتدينا احنا ندخل اصناف كمان جديده علينا، دي عملت رواج جميل. ده مش معنى ذلك ان احنا اصناف المصريه وحشه، احنا اصناف المصريه جميله جدا، جميله جدا. بس ابتدينا ندخل كمان اصناف عربيه، دي اللي الناس لما بتروح مثلا السعوديه بتاكلها، فدي عملت رواج حلو قوي زي البرحي. دخلنا البرحي، والحقيقه ناس كتير ابتدت تلجا لزراعه البرحي، خاصه في المناطق الصحراويه. امال البقدور ده مصري ولا لا؟ برضو مش مصري، ما برضو سعودي عربي او عربي من الاصناف العربيه. فابتدت الناس كتير قوي تقبل عليها، والاماكن الجديده بقى بيقبلوا على زراعه الاصناف ديت، بتدي انتاج عالي وبتتصدر زي ما قلنا كده للناس الجديده اللي هي المزارع الجديده دي بتتجه للتصدير. هو عامل مزرعه، هو عارف عينه على انه هو هيصدر. طب هل يعني اللي هيقبل على الزراعه دي لازم يبقى واخد باله قوي من اساليب الري الحديثه، او ان هو ياخدها مثلا فسايل؟ يعني الامور الافضليه في اختيار الزراعه ذات نفسها، هو كله دلوقتي بقى بيتبع الاساليب الحديثه، نظرا لان معظم الزراعات الجديده في الاماكن الجديده. ودي بتعتمد على الري بالتنقيط. نزرع ايه بقى مش مشكله، دي مش مشكله خالص. سواء نزرع لناتج من زراعه الانسجه مباشره، وده عندنا متوفر. احنا انتجنا الحمد لله، وكان عندنا برح كتير جدا. او نزرع فسائل الافضل اللي مفصوله. دكتوره رسميه الافضل زي بعض، الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض. الانتاج واحد في النهايه. طبعا الانتاج واحد في النهايه، المزارع يهتم بالممارسات زي ما قلنا، الخدمه الارضيه والخدمه الراسيه، مقاومه الحشرات والافات والامراض. دي حاجه برضو مهمه، ده ملف طبعا هنتكلم فيه. بس اللي عايز يتجه لهذه الزراعه يروح فين علشان ياخد؟ يجي عندكم في معمل النخيل، مش كده يا فندم؟ بمركز البحوث الزراعي. ده افضل مكان ان احنا نتوجه ليه لو احنا عايزين نزرع هذه الزراعه. تمام. طيب نتكلم بقى دلوقتي يا فندم عن الافات والمشاكل والامراض. يمكن البطل في هذا الموضوع سوسه النخيل، ايه الحكايه بقى؟ هي سوسة النخيل دي للأسف دخلت بالغلط في مصر من سنة 92، احنا مكانش عندنا. دخلت عن طريق فسيلة مصابة، وللأسف انتشرت جامد جدا في مصر. وهي مشكلة في السوسة ان ايه يعني، فرضنا حضرتك عندك قد مثلا، مش هقول فدان، عندك 20-30 نخلة لا قدر الله مصابة. لو هو مزارع مش ده المنتج الرئيسي عنده، فيقول لك وانا اقاوم ليه؟ ما هو انا مش مستفيد. فهو عشان كده لازم يكون في برنامج قومي لمكافحه السوسه. نعم. ده اللي عنده 20-30 نخله ده ومش فارق معاه ان هو يقاوم السوسه، هو هيأذي جاره اللي جنبه اللي زارع ومعتمد على ان النخل ده اساسي عنده. فعشان كده فلازم يكون في فعلا برنامج قومي كبير لمكافحه السوسه على مصر، على مدى على المساحه كلها المزروعه في مصر. لان احنا ما عندناش برنامج كده. هو كان في برنامج بس الحقيقه ما يعني اتفعل جزء منه ولسه ما كملناهوش يعني. الا ان المزارعين خلاص ابتدوا خلاص يعني، اللي بيلاقي عنده اي إصابة بيجي لنا على طول، واحنا بنقول له ازاي يقاوم يعني. يلاحظ الإصابة ازاي بقى باشمهندسة دكتورة رسمية؟ هو بيبقى في المزارع لازم اللي عنده نخل لازم هيمر على مزرعته باستمرار، مرور دوري. هو هيلاحظ ان في، بس ده بيبقى خلاص احنا وصلنا للأخطر حاجة يعني. هينزل سائل لازج من الشجره، خلاص كده هي كده الشجره دي كده انتهت بقى خلاص، هو كده صابت ولا بس هو يقدر يلحقها. بس يعني هو كده ايه،
وصل لمرحلة يعني كبيرة انه ينزل السائل بره الشجرة، يبقى كده هو وصل لمرحلة كبيرة. طب علشان يعني يعرف ان بدأت يعني الامور في بدايتها قوي، ايه اللي هيبقى ظاهر قدامه علشان يعني يبقى واعي؟ بيبان على الجذع، بيبان على الجذع في زي حفر كده، بما انه هو عارف مزرعته كويس وعارف الشجر كويس، لو عدى عليه باستمرار هو هيلاحظ الفرق. بيبان زي حفر كده صغيره في الجذع، هي لازم اليرقه بتاعت الحشره تدخل جوه الجذع وهي بتتغذى على قد ايه الحفره تقريبا؟ لا هي في الاول بتبقى صغيره مش باينه، وحتى لما بينزل منها السائل مش هتبقى باينه، هو هيتتبع السائل هيوصل للحفره هو نازل منين السائل. طب هو يعني انا عايزه اديله معلومه بحيث ان هو اول ما يشوفها يجري جري ويبدا عشان ما يبقاش وصل للمرحله المتاخره من ايه يا فندم، ايه اللي ممكن يعرفه يعني، ايه اللي ممكن يكون ظاهر قدامه او يكشف على ايه يعني؟ ما هو هي السوسه بتبقى في النخله، في الجذع، في جذع النخله، هي ما بتجيش يعني يفضل يقلب مثلا على طول كل يوم بطريقه دوريه مثلا يعني هو بيبقى باين الجذع قدامه، هيبقى باين وهيبقى فيه، هو هيشعر ان الورق شويه ابتدى نموه مش مظبوط، ابتدى يصفر شويه تمام، وعليه هو هيبقى عارف شكل نخله ايه، يعني شكل الجذع بيبقى مختلف. في حفر صغيره، هو في صوره كده. في صور بتتعرض دلوقتي قدامنا على الشاشه، لو تتعرض بطريقه مقربه هنا ممكن انا حتى افهمها من حضر. ده زي كده يا فندم. ايه بقى شو بقى هو دي في انهي مرحله دي؟ دي الاخيره، دي مرحله كده متاخره. هو نزل السائل اهو كده، دي مرحله متاخره. السائل ده له ريحه، فممكن حتى كمان هو معدي يعرف. بس ده كده عشان يوصل لمرحله الريحه، وان السائل يبقى بالشكل ده يبقى هو كده وصل لمراحل كبيره. شايفه دي هي دي السوسه. طبعا ده بشكل مكبر جدا. لكن هي ممكن تبان بعين مجرده برضه، مش السوسه دي، يعني مش الحشره الكبيره دي، الدوده دي. يعني دي اخطر مراحلها اليرقه. هي دي اللي بتاكل. نعم. دي اليرقه دي هي اللي بتاكل في الجذع من جوه. بس عشان يبقى مزارع وصل للشكل ده والمرحلة دي، يبقى هو مزارع مش مهتم بمزرعته، فلازم باستمرار يبقى فيه كشف دوري على المزرعة. شايف حضرتك الجذع عامل ازاي؟ مظبوط اهو، ما فيهوش اي حاجة، فيهوش اي ولا حفرة صغيرة ولا كبيرة ولا اي حاجة. شايفة الورق عامل طب هي دي ميلة دي ولا ايه؟ هي ممكن النخلة لما تكون مصابة بدرجة كبيرة جدا تقع من طولها؟ ممكن يكون حشرة تحت، ممكن يكون حشرة تحت فتقع. طبعا كلت من تحت الجدر. شوفي اهي دي الحشرة، ودي اليرقة، دي اليرقة اللي بتاكل. لا حاجة صعبة. دي ثروة قومية الحقيقة، النخل ده ثروة قومية المفروض نحافظ عليها. بس الحقيقة الناس دي بقى دي طريقة المعالجة. هو بيحط خراطيم وينزل فيها السائل اللي هو الكيماوي اللي بيقضي على اليرقه جوه. بنلحق يعني بعض كتير من النخل المتصاب بلحقناه واتعالج وبقى الحمد لله احسن. بيبقى فيه رش دوري بالمبيدات الحشريه. نعم. بس طبعا احنا ما بننصحش بالرش دوت اثناء الاسمار علشان ما يبقاش ما على السمر. طبعا. دي الكيماويات اللي هتتاخد الحشريه. شو حضرتك شايفه بيعمل حفره فوق الحفره اللي هي المعموله اللي هي الحشره عاملاها. بيبقى فوقيها بمسافه على شايفه كده. أيوة. هو هينزل السائل ده، السائل في الخرطوم ده. هيدخل جوه الجذع اهو. أيوة. بيحط الخرطوم. هيدخل السائل في الخرطوم دوت. السائل الحشري او المبيد الحشري هيدخل جوه هيقضي على اليرقه. ده اهو، وده هو موجود كمان دي متابع كل وسائل الامان. كمان جوانتي شايفه. دي بطريقه سهله جدا ما فيهاش اي مشاكل. بيدخل جوه السائل بيقضي على اليرقه. بس المفروض برضو زي ما قلنا احنا ما نوصلش لدرجه ان ينزل السائل وتبقى الريحه صعبة والكلام دوت. ما بتعملش سائل الا في المراحل الاخيرة. لكن احنا ممكن في المراحل الاولانية هي بتاكل جوه. من كتر بقى ما هي اكلت بيخرج السائل دوت بره النخلة. فعشان كده المفروض نلحقها بدري يعني. بيبدأ السائل
حبة صغيرة لحد ما يكتر أكلها جوه ايه اللي فبيخرج المفروض بقى. يعمله دكتورة رسمية المزارع علشان يعني حضرتك دلوقتي بتقول هو ده مزارع مش مهتم بالمحصول بتاعه، ايه اللي المفروض يعمله عشان يبقى مهتم؟ كشف دوري، يعمل كشف ايه؟ دوري يعني اللي هو ايه؟ دايما انا دايما رايح دلوقتي بيبص على للمزرعة بتاعتي. مزرعته مظبوط، يبص ايوه عليها بدقة، يتأكد متابع من ايه ويتابع ايه متأكد. انا عايزة حضرتك بيبص تقولي على جذع النخلة كويس قوي باستمرار، شايفه في حفرة، في ابتدت يبقى في حاجات كده زي الزغب خارج على جذع النخلة. أول ما هيلاقي حاجة زي كده، زي بودرة. حاجة خفيفة، هم عارفين أكيد المزارعين كلهم عارفين، عارفين ده زي نشارة كده، زي نشارة خفيفة كده. أول ما ايوه هيلاقي دي هيبقى كده في إصابة عنده من غير نقاش، بتبقى فلازم يبقى الامور متابع. واضحة. اهي دي الخروم اللي ده هو بيحضر السائل الكيماوي، شوفيها شوفي بقى الإصابة فوق، فهو طالع الإصابة لها. فوق. طب ما فهو دي طالع الكشف لها عنها صعب قوي دي يا فندم، بيبقى باين، برضه بيبقى باين. برضو. دلوقتي هو ده حاجة بترش بقى، لأن بما إنها فوق فده مش هيرش، هو كله هيدخل جوه، لأن هي اليرقة جوه النخلة مش بره، اليرقة اللي بتاكل جوه النخلة مش طب بره. ايه الاساليب اللي كانت بتتعمل وكانت غلط وكان بيتوهم المزارع ان دي صح؟ احنا كنا نسمع ان بيحطوا لها جاز او غاز او جاز تقريبا، او حرق النخله ذات نفسها. لا، بحرق النخلة دي خلاص كده النخلة ماتت كلها. وعلو على ان الحرق بيطير، لو هو هيحرق لو في حشرات هتطير، اما ده انا قصدي بقى فلو ان طارت هتروح تحط على حتة تانية، يبقى ما عملناش حاجة، يعني استفدناش عمليه حاجة يعني. الحرق والتخلص بالحرق ده طبعا. بيزود السوسه لانها يخليها تجري بتطير. في مناطق اخرى. نعم. هو لما بيحصل ان في شجرة اتصابت، بيعملوا بره المكان خالص، بره بعيد عنه، حفرة كبيرة وبيحط فيها النخل، وبيصبوا عليه زي ما حضرتك قلتي كده جاز او اي حاجه تانية، ويفضل يعني يبقى مبيد الاول حشري يقضي على البقايا الموجوده، ويردم عليها فتره على بال ما تموت. المبيدات دي اللي احنا شفناها بقى دكتورة رسمية، ده بيجيبوها منين؟ برضو من موجوده عند حضر من موجوده لا المعهد لا برضو مش لا لا احنا مش ما شرط. بنبيعش مبيدات، موجوده الموجوده في الجامعات الزراعيه، موجودة عند الناس اللي بيبيعوا المنتجات الزراعية، الأدوات تعدد الزراعية. المبيدات ذات نفسها بتلخبط المزارع. هل هناك مبيدات بعينها موجودة بدون ذكر أسماء يعني مش متعددة، فده في بيخليه المبيدات الحشرية معروفة وأساميها التجارية معروفة كلها زي بعض، المهم هو يلحق المزرعة قبل ما توصل للحالة دي. فترة العلاج بتاخد قد ايه تقريبا؟ هو بيكررها اكتر من مره يعني، احنا دايما اللي بيوصي يعني مره كل اسبوع تقريبا، عشان يقدر لان بتبقى اعداد كبيره جوه. انا جاري عنده سوسة نخيل وانا مش عايزة تجيلي سوسة نخيل، اعمل ايه؟ ما هي دي المشكله اللي احنا بنحكي عليها، ان هو لازم فعلا ان هو يعالج برضه، علشان انت مهما انت كنت مهتميه بمزرعتك وبتشوفيها باستمرار، الا ان برضه ما هو جنبيكي وارد ان السوسه تيجي، فلازم هو يعالج. ما هو ده اللي احنا بنحكي عليه، ان واحد عنده شجرتين ثلاثه هو مش فارق معاه ان هو هيطلع منهم منتج ولا لا، هيصيبه الباقي كله. يعني الأمر متعلق في الأول وفي الآخر على متابعة النخيل ذات نفسه، ابقى قلبي عليه، ابقى متابع، ولا قدر لما لو انا اصبت باي حاجه من الحاجات دي طريقه العلاج هتبقى سهله ان شاء الله، لكن ما ميسرة اسيبش بإذن الله. الامور كده بقى. لا طبعا تمام ما تسيبش طبعا خالص، تمام حرام حرام قوي. بتأثر على المنتج كمان، هي بتأثر على الشجرة والمنتج النهائي اللي صحيح. أنا نعم مستنياه يعني. نعم صحيح. الحقيقة دكتورة رسمية درويش بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكيل الإنتاج بمعمل النخيل بمركز أبحوث الزراعية، شكرا يا فندم لحضرتك، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نحدث قفزة سريعة وقوية وكبيرة جدا في مجال التصدير. حرام يبقى عندنا هذا المنتج الرائع والهائل وهذه الكمية وما أيضا كمان نصدرش. الكبير وما نصدرش، حرام قوي. شكرا ليكي دكتورة رسمية. أيضا مشاهدينا الكرام بشكركم شكرا جزيلا وبقول لكم تصبحوا على خير.